عايز ايه من السيسي في السنه الجايه؟ اللي انا عايزه من السيسي ان ربنا الاول يكرمه تمام، وينصره على اعدائنا كلنا اللي هي بتحاربه وبتحاربنا، بتحارب مصر. اهم حاجه رقم واحد الامن، نشعر بالامن كمواطنين. انا عايز اعيش حياه كريمه. في متطلبات الشعب العاديه هي من ماكل ومشرب وملبس، ما الحاجات دي لازم يكون في ريس. الاقي مأوى. عايز نظام بجد، عايزين نبقى من 2022 دي ابقى من ضمن الناس. احنا ماشيين في الشارع لسه بنتكلم في عدم سيارات وحاجات غريبه، وناس بتبتكر احنا بنقلد ناس. يتنيه ماشي على النهج اللي هو ماشي عليه. حرام حرام، يعني عايزين 2022 يبقى من اعظم الدول. مطلوب من السيسي اعطاء كل ذي حق حقه. عايز اعمل معاش، ماليش معاش. بطلب من السيسي ان يفضل موجود معانا وما يسيبناش خالص. مش طالب غير الراتب تزيد، بس ان انا اقدر اعيش في بلدي. يا ريت يا ريت يهتم بالناس الغلابه اكتر من كده. قول للسيسي كلمه واحده، بص الغلابه اللي تحت. معايا بطاقتي لو عايزينها يعني، ولا حاجه. احنا عندنا اللي ما عندناش. افتح لنا محطه السادات، لان هلكنا هلكنا هلكنا. ربنا يوفقه ويزود في مشاريعه. اكتر من كده اقول ايه تاني؟ التاريخ هيحكم على الراجل ده انه افضل زعيم مصري جه يحكم البلد دي.